واحد وسبعون عاما ولا يزال المسجد الأقصى ينزف دما تهويد وحرق واقتحامات وتدنيس من قبل احتلال مقتصب للأراضي الفلسطينية منذ عام ثمانية وأربعين فالاحتلال الصهيوني لم يتوقف يوما عن, عن تسجيل جريمة جديدة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية حيث يتعرض المسجد الأقصى يوميا لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين وشرطة الاحتلال الأسبوع الجاري شهد اقتحام مئات المستوطنين الصهاينة بحات الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الاقتحامات التي تنطلق غالبا من باب المغاربة تأتي تماشيا مع دعوات جمعيات للمستوطنين لاقتحام الأقصى وأداء شعائر تلمودية فيه احتفالا بما يسمى عيد الفصح اليهودي وفي الخليل أغلقت قوات الاحتلال الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين وفتحته للمستوطنين، في تعد سافر على حرمة الحرم واعتداء استفزازيا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أكد في تقرير يوثق الانتهاكات الصهيونية لحقوق الإنسان الفلسطيني أن سلطات الاحتلال الصهيوني تستمر على نحو ممنهج ومتعمد بتنفيذ سياساتها التصعيدية الخطيرة وممارساتها غير القانونية وذكر التقرير أن الانتهاكات في القدس زادت كما ونوعا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة باعتبارها العاصمة الموحدة للكيان الغاصب حيث اعطى القرار الضوء الاخضر للسلطات الصهيونيه للاستمرار والتصعيد في انتهاكاتها الصارخه بحق الفلسطينيين عامه والمقدسيين بشكل خاص في محاوله لطمس الهويه العربيه والاسلاميه للمدينه المقدسه عبر سلسله من الانتهاكات تشمل الاعتقالات التعسفيه وسياسه دهم المنازل وتقييد الحريات وحظر اقامه فعاليات فلسطينيه اضافه الى الابعاد العسكري واوامر منع السفر فضلا عن الاستيطان والتهويد والهدم ومنع تراخيص البناء. مشاهد صارت متكرره واستفزازات اصبحت معتاده في رحاب الاقصى يراها مراقبون انها تمهيد لاعلان صفقه القرن التي باتت وشيكه وفق تصريحات غربيه وعربيه سعيا لما يسمى بانهاء الصراع مع الفلسطينيين نهايه العام الحالي وفق مخططات امريكيه تهدف لتصفيه القضيه الفلسطينيه